ما جاء من ذكر حوادث عن الإسراء والمعراج، مما يستفاد من هذا أن الصلوات المفروضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة السماوية وهو في السماء، مما يدل على فضل هذه الصلاة، فلمزيتها لم تفرض عليه كسائر الواجبات، وإنما فرضت عليه وهو في السماء، مما يدل على عظم هذه الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه. وكان أول ما افترض من هذه الصلاة 50 صلاة، كانت من حيث العدد 50 صلاة، فكان على المسلمين أن يصلوا 50 صلاة في كل يوم وليلة.